اعزائي المشاهدين، اهلا وسهلا بكم وحلقه جديده وطبيب على الهوا. جات لنا استفسارات كتيره جدا على موضوع الاطفال وسلوك الاطفال، ازاي نتعامل مع اطفالنا، ايه المشاكل اللي بتقابل الاطفال مع الاباء ومع الاصدقاء مع المجتمع والبيئه المحيطه بيه. من ضمن الاستفسارات اللي كانت موجوده حالات كتيره جدا بتتكلم على الاكتئاب، الانطواء، عدم التعامل، عدم القدرة على التعامل مع المجتمع. علشان نقدر نجاوب على الاستفسارات اللي جت خلال الأسبوع اللي فات من خلال موقع التواصل الاجتماعي أو من الـ SMS، معانا ومعاكم النهاردة الدكتور محمد طبالة، استشاري الصحة النفسية والعقلية للأطفال. ازيك يا دكتور؟ أهلا بحضرتك. موضوع النهاردة يمكن في معاناة مع الأسر، سلوك الأطفال بيتغير. في معانا أول استفسار بتقول أنا ابني عنده 15 سنة، كان مجتهد جدا في دراسته، بس بقاله سنة سلوكه متغير، مستوى الدراسي ابتدى ينزل، بقى حد جدا مع زمايله في المدرسة، وبقى يرد عليها بأسلوب مش كويس، فعايزة تعرف سبب التغيير. السبب واضح جدا، السن. السن دلوقتي 15 سنة، يعني هو دلوقتي في مرحلة المراهقة. في مرحلة المراهقة الشاب عايز يثبت ذاته، هو ابتدى يحس ان في فرق بين امكانياته الشخصية والمتاح ليه من قدرة على التصرف. يعني بعض المواقف بيقولوا له انت لسه عيل، وبعض المواقف بيقولوا له انت بقيت راجل. تمام. فهو دلوقتي بيبتدي يقول، هو انا الطفل الصغير اللي بنفذ الاوامر وانا ساكت، ولا انا الراجل اللي من حقي ان انا اثبت وجودي. تمام. بيحصل طبعا تغيرات هرمونية في الفترة دي، فالتغيرات الهرمونية كمان بتساعد على الاختلاف السلوك، التصرف والإيموشنز، يعني عواطفه بتختلف. يعني هو طفل قبل البلوغ بيتعامل مع فتاة قبل البلوغ، مبقاش في بينهم وبين بعض تجاذب أو حاجة أو مشاعر أو مشاعر. لما نبتدي نخش في الفترة دي بقى الولد بيتصرف كراجل، البنت بتتصرف كأنثى، الشباب مع بعضه بيبتدوا يتخانقوا على البنات، العنف الاجتماعي بقى بيبتدي يظهر من هنا. بالإضافة لحاجة تانية، إن الشاب بيبتدي يشوف إن أنا في هذه الأسرة وزميلي أو صاحبي في أسرة تانية، تمام، أنا إمكانياتي المادية والاقتصادية بتختلف عن الامكانيات الماديه والاقتصاديه لصديقي اللي في الاسره الثانيه. لو ما كانش متربي كويس هيبتدي يحصل عنده هنا نوع من انواع التمرد. صاحبي بياخد 50 جنيه في اليوم وانا باخد 10 جنيه في اليوم، فازاي انا اتكيف مع الوقائع دي؟ اذا كان الولد من الاول خالص ده ابننا كان صفحه بيضاء، ابننا كان عجينه احنا اللي بنشكلها ونعمل منها ما نشاء. فتربية الطفل بتبدأ من أول سنة، من أول ما الطفل بيبتدي يتحرك أنت بتبتدي تقول له أنت هتمشي في السكة دي. تمام. الطفل زي ما بنكتب على الصفحة اللي بنكتبه بيتقري. تمام. فإذا كان إحنا مربينه من الأول على حب الله سبحانه وتعالى، على حب الوطن، على احترام الكبير، على التعاون، على المنافسة الشريفة، على الثقة بالذات، كل هذه الصفات لو انا غرسها فيه من وهو عنده السن المناسب، كل ما يكبر كل ما يكون محتفظ بهذه الصفات وقادر على انه يثبت نفسه وقادر على انه يحقق نجاحاته. طب يا فندم، الصفات دي اللي هو خدها بقى من وهو صغير وتربى عليها، مش ممكن تتغير من البيئه المحيطه بيه بعد ما يدخل مدرسه يتعامل مع بيئه مختلفه؟ ما هي هنا بقى دور الاب والام. تمام. ان انا بتابع النبات بتاعي ده اتحط في انهي تربه، يعني انا بختار له المدرسه اللي هو فيها، وانا بختار له النادي اللي هو فيه. تمام. المدرسه له مجموعه اصدقاء، ينبغي ان الاصدقاء دول يكونوا في مستوى ثقافي واجتماعي مقارب للاسره بتاعتي. في النادي اصحابه في النادي لازم يكونوا سلوكياتهم مناسبه ليا. اذا دخل طرف غريب، فانا كاب وام لازم اكون ملاحظ بدايه الديفيشن، يعني اول ما الطفل يعمل سلوك مش متعود عليه. يعني انا الولد استخدم لفظ، اللفظ ده مش من مصطلحات الاسره. تمام. انت جبت اللفظ ده منين؟ ده من اصحابي. طب خلي بالك ان اللفظ ده ما بيتقالش في كل الاوساط، مش كل الاوساط بتستقبله استقبال حسن. لو بيهزر ابتدى يهزر بالايد، ابتدى يهزر بحركات مش ظريفه، احنا اسلوبنا مش كده طبعا، ما نخشش معاه في العند. طب يعني على كلام حضرتك ده، يعني
برضو الفترة السنية دي اللي هي من 12 ل 18، هو مش عايز نوع من الرقابة عليه، هو بيحس ان مثلا لما الاب والام بيبتدوا يشوفوا اصحابه، ما تكلمش مع ده، ما تتعاملش مع ده، خد بالك من الولد ده مش كويس، البنت دي مش كويسة، ما تكلمهاش تاني، بيحس ان النوع ده من يعني كنترول زيادة شوية عليه. ما هي دي موطن النجاح، ان انا اراقبك من غير ما احسسك ان انا براقبك. اولا انا مديك الرولز وسايبك تختار بناء على الرولز دي، تمام. فالشيء الطبيعي ان لو انا ولد متفوق هيبقى اصحابي كلهم متفوقين، لو انا مهتم بالنشاط الرياضي هيبقى اصحابي كلهم رياضيين، لو انا عندي ميول فنيه هكون في فريق الموسيقى بتاع المدرسه. فده الشيء الطبيعي. لما الاقي الولد كان طول عمره ماشي مع فريق الموسيقى وفجاه ساب فريق الموسيقى وابتدى يهتم بحاجه تانية، هل ظهرت فعلا عنده موهبه جديده ولا في حد بيشده في هذا الاتجاه لسبب ما؟ اللي شده ده ممكن يكون عمل له اغراء او ارهاب، يعني هو يعني حاجه دخلت جديده في حياه الطفل، تمام، لا اما في عامل جذاب، عامل جاذبيه، او عامل ارهاب. فاحنا بنشوف هو يعني المنحنى الجديد اللي ما كانش في مسيرته الحياتيه السبب بتاع ظهوره ايه، وهذا المنحنى هياخده في الاخر لفين. يعني اذا كانت السكه دي يعني الولد ابتدى يلتزم بالجامع شويه، خير وبركه، بس هل هو لانه بيحب ربنا سبحانه وتعالى وبيؤدي الفروض وماشي في الاسلام الوسطي اللي احنا عايزينه، ولا مثلا اتلم على حد تفكيره متطرف شويه وهيبتدي يشربه، تمام، افكار المجتمع، افكار يعني مرفوضه كده. لما الاقي ابني ابتدى يعمل سلوك، السلوك ده مش هو اللي انا متعود عليه، ببتدي ادرس اسباب هذا الاتجاه، ايه القوه، ايه الدافع اللي بتخليه يطلع في ايه، في صوره جديده غير الصوره اللي احنا كنا مدينها له قبل كده. في معانا يا دكتور استفسار من ام بتقول ان انا بنتي منطويه بشكل مش طبيعي، البنت عندها 18 سنه مش بتتعامل مع الناس خالص، ودايما بتحب تقعد لوحدها، حتى في الدراسه مش بتتعامل مع حد خالص، الكلام قليل جدا، هي مش عارفه تعمل ايه علشان تغير حالتها. طبعا هي البنت ما صبحتش هكذا فجأة في عمر 18 سنة، تمام. السلوك الطبيعي بتاع الفتاة دي وهي عندها 6 سنين كان ازاي، وهي عندها 12 سنة كان ازاي، وهي عندها 15 ازاي، 18 ازاي، تمام. في فترة من الفترات ابتدى السلوك ده يبقى بارز عندها اكتر، فاحنا لازم نعرف امتى ظهر التحول عن المسار الطبيعي. يعني هي في الإعدادية كانت اجتماعية وحلوة وبتروح الأنشطة وبتلعب مع أصحابها، وفجأة دخلت في الانطواء. طب ليه؟ زي ما قلنا كده، في عامل جذب أو عامل طرد. فالشلة بتاعتها اتغيرت، وقع عليها نوع من أنواع الانتهاك، وقع عليها نوع من أنواع إساءة المعاملة. طب هنا يعني بيخليني أسأل سؤال، عدم الإفصاح. يعني في اطفال او سن المراهقه بيقول انا مش هحكي لبابا ولا هحكي لماما، بيفضل كاتم في نفسه. طب الاب والام يعرفوا ازاي؟ الاب والام يعرفوا منطلق الصداقه، انا لو جايبك اعمل معاك تحقيق انت هتهرب من التحقيق، تمام. لكن لو انا بقول لك ايه اخبارك النهارده، انت عملت ايه في المدرسه، عملت ايه في النادي، احكي لي، ولما يحكي لي ما بقاش انا السيد وكيل النيابه، تمام. يعني لو هو حكى لي على حاجه والحاجه دي غلط، مش اول ما يقولها لي اقوم حاطط الكلبشات، انا اتعامل مع الغلط ان هو انت ازاي ان انت تعمل كذا، ومين سمح لك انك تعمل كذا، وابتدي اوبخه. المره الجايه مش هيقول لي بالظبط، يعني اذا كان في حد اتعرف عليه وابتدى يديله معلومات انت مش عايز المعلومات دي توصل له، او مش دقيقه، فانت لو من اول مره قلت له سيب السكه دي وهقفل عليك الباب، هيعاند وهيوصل للمعلومه من سكه تانية. طبعا انما الشيء الطبيعي ان احنا بن ايه بنصاحب وبنسمع الحواديت، وبنكافئ على الحاجات الحلوه عشان نثبتها. يعني لو في سلوك هو عمله كويس، مثلا كان معاه فلوس زياده وادى لحد مثلا مساعده، مساعده ادى لحد غلبان، راح مع صديقه كان عنده حادثه وقف جنب منه، لو عمل سلوك ايجابي احنا بنشجعه، بنشجعه ونحفزه ماديا ومعنويا على السلوك الايجابي، تمام. لو عمل سلوك غلط
بنبدي عدم الارتياح درجة من درجات الامتعاض، بس مش هنقابل بالعنف او بالعدوان او بالتحدي من اول مرة، علشان بعد كده هو مش هيحكي لنا حاجة. ما هنا ترجع لمهارة الاب والام. بالظبط. فده لو المهارة دي مش موجودة. لو المهارة دي مش موجودة وانت لقيت ان ابنك ابتدى تصرفاته مش عاجباك، هتجيب الداتا حواليه من السكك التانية. يعني هو عنده فيسبوك، هتخش على اصحابه في الفيسبوك. بيروح النادي يلعب رياضة، هتشوف نوع الرياضة اللي بيلعبها. بيقعد مع مين؟ نوع الرياضة اللي بيلعبها. بالظبط. بيقعد مع مين؟ يعني ولد واخد كل رياضات العنف، يبقى هو عنده لا اما عنده طاقة زايدة، لا اما عنده سلوك عدواني. واحد مش عايز يتكلم الناس خالص، زي ما البنت اللي احنا بنتكلم عليها دي. طب السلوك الانعزالي ده مستجد؟ إذا كان مستجد هيبقى له نظرة مختلفة خالص عن لو هو طالع من الإعدادية، وعن لو هو طالع من سنة ستة. يعني أعتقد لو السلوك الانعزالي ده طالع من عمر سنة ستة اللي هو 12 سنة، هيبقى الوضع مرضي أكتر. لو من سن 15 سنة هيبقى سلوكي وتكيفي أكتر. أستأذنك يا دكتور، معانا اتصال. أستاذة مروة. ألو. أيوه مساء الخير. بكلم الدكتور. مساء النور. اتفضلي يا فندم. الدكتور لحضرتك. انا بس كنت عايز اسال الدكتور على حاجه. انا ابني دلوقتي عنده 15 سنه ومفروض ان هو شاطر قوي في دراسته، بس اللي انا ملاحظاه عليه اليومين دول ان هو بقى عصبي بشكل مش طبيعي. يعني بقى يرد عليا وعلى بابا وما بيسمعش الكلام بس مستواه الدراسي ما اتغيرش. يعني هو مجتهد جدا في دراسته وملتزم جدا في دراسته، بس اسلوبه معانا اتغير بقى، اللي هو كلمه بعشرة اجي اتكلم معاه يرد عليا، ما بقاش يسمع الكلام، بقى حاد قوي في اسلوبه معانا. يعني هو وحيد، هو ما عندوش، انا ما عنديش غيره، فانا عايز اعرف بس يعني اتعامل معاه ازاي. شكرا. شكرا استاذ مارو. عندنا مشكله ان هو طفل وحيد. فالطفل الوحيد ينبغي الا يصبح طفل زائد التدليل، لان لو خد التدليل الزايد هيطلع في الاخر مش في الصوره اللي احنا عايزينها. التفوق الدراسي حاجه جميله، ده وجه من اوجه الحياه، لكن مش هو الوجه الوحيد للشخصيه. يعني احنا عايزينه متفوق اجتماعيا وعلميا وثقافيا ورياضيا، يكون متفوق في جميع نواحي الحياه. احنا بما انه متفوق دراسيا بنشكره وبندعم هذه الناحيه. بما انه بقى ابتدى يقاوح ويرد، فاحنا لا يعني بنشوف طلباته ايه. يعني انت دلوقتي بيني وبينك عهد، انا بديك حمايه ورعايه وانت بتديني مذاكره ونجاح. لو انت طلبت مني حاجه وانا في حدود امكانياتي هلبيها لك، اما عاجلا او اجلا. يعني لو هو طالب طلب والطلب ده مقبول بس انا مش هقدر احققه في الشهر ده، يبقى احنا هنأجل الطلب ده للشهر الجاي، لان في ظروف 1 2 3. هو دلوقتي اصبح في بداية مرحلة الشباب وقادر على انه يفهم الموضوع، ومش كل طلباته تجاب. لو هو طلب طلب والطلب ده اساسا مرفوض شكلا وموضوعا، فعلى طول كده بوضوح احنا بيننا وبين بعض اتفاق، احنا ده مش سلوكنا وده مش البيئة بتاعتنا وده مش ابني اللي انا بفتخر بيه اللي هيعمل السلوك ده. ومن اشد انواع العقاب لي ان انت تبيني لي ان انت زعلانه منه. يعني مجرد إن انا زعلانه منك انا مش هكلمك يوم. طبعا هو في نص اليوم هيجي يصالحك ويعتذر ويبقى كويس، انما حذاري من التدليل وحذاري من الخضوع لرغباته وحذاري من انك انت تحملي نفسك طاقه اكتر من طاقتك. انت رسمه له الفريم والبلين الحلو اللي انت بتحلمي بيه، فعشان ما يخرجش عن الاطار اللي احنا طالبينه لازم ما نديلوش الا اللي هو يحتاجه وبالقدر المناسب لينا. في معانا برضو شكل تاني، مشكله بتقول انا عندي مشاكل مع جوزي بقى لها 2 سنين واكتر، قاعدة معايا علشان خاطر ابني مش اكتر من كده. بقيت حاسة ان المشاكل دي مأثرة على الولد، ما عندهم ولد واحد، مش بيتكلم مع حد خالص ولا مع الام ولا مع الاب. الولد عنده 10 سنين، هي مش عارفة تعمل ايه. هو طبعا بداية احنا بنعيش حياتنا عشان نفسنا. تمام. ما بنعيش حياتنا عشان الاخرين. يعني انا كأب مش هموت نفسي عشان خاطر ابني،
ولا الأستاذة اللي بتتكلم كده كأم هتموت نفسها علشان ابنها يعيش. لازم تعيش حياة متوازنة، يعني تمام. لن تحترقي من أجل ابنك. ابنك. المشاكل الزوجية اللي بينك وبين جوزك ينبغي انها عشان خاطرك انت وعشان خاطر زوجك تتحط على مائدة المفاوضات، تمام. ونحاول ان احنا نوصل لحل مرضي بحيث ان حياتنا نبقى عايشينها بصورة طبيعية او قريبة من الطبيعية. اي مشاكل بين الاب والام ينبغي الا تكون امام بالظبط مناقشتها بتكون داخل غرف مغلقة، خصوصا في السن ده، يعني سن 10 سنين ابتدى يستوعب، ابتدى يعرف من كل حركة وكل كلمة ان في مشكلة. هو هنا يعني الابن دلوقتي عنده 10 سنين وهي بتقول ان المشاكل بقى لها سنتين واكتر، يعني من هو عنده 8 سنين او 7 سنين ملاحظ ان في مشكلة. لو الطفل عنده 3 سنين هيتأثر، بيفهم. لو عنده 3 سنين وامه متخانقة مع باباه هيتأثر، لو امه زعلانة هيتأثر، لو الطفل اصغر من كده، لو الطفل بيرضع ومامته زعلانه، لبن الرضاعه بيحس هيوصل له انها غير سعيده، وهيبقى بالنسبه له هو وهي بترضعه هو حاسس بيها ان هي مش دي الست الطيبه اللي بتبقى معايا كل مره. فالولد دلوقتي كده اول حاجه انت اصلحي حياتك من اجل نفسك. نمره 2 بالنسبه للطفل ده نبعده عن المشاكل تماما. تمام. نمره 3 في حاجه دلوقتي موجوده اسمها العلاج الزواجي. العلاج الزواجي العلاج ده الزواجي. العلاج الزواجي اللي هو الفاميلي سيرابي. الفاميلي سيرابي ده بي بي بيجمع بين افراد الاسره، يعني الزوج والزوجه في جلسه، والطفل مع والده في جلسه، الطفل مع امه في جلسه، وبعدين بيجمعهم هما الثلاثه وبيحل المشاكل اللي بينهم وبين بعض. العلاج الزواجي مهم جدا لهذه الحاله، بس يختاروا المستوى يعني المهني اللي يحقق نتائج بسرعه. ثانية واحدة، يعني ايه المستوى المهني اللي يحقق؟ اصل احنا دلوقتي عندنا كلمة طبيب، في طبيب من اول ممارس، في اخصائي، في كمية اخصائيين، في استشاري، في استاذ جامعة. تمام. فانت بتخش على احسن مستوى انت ممكن تقدر تتعامل معاه. تمام. فبرضو انت لما تيجي تلجأ لمركز علاج نفسي بتشوف مين القائمين بالعمل ومين المشرفين عليه وايه النجاحات اللي هم عاملينها. فطبعا كل ما تختار مكان متميز واطباء واخصائيين نفسيين متميزين هتحصل على نتيجه احسن. طبعا الولد بقى في حد ذاته حاله، يعني الولد في حد ذاته ده عايز حد يطلع مكنون المشاكل النفسيه اللي عنده. هو وصل لمرحله ان هو ما بيتكلمش ولا مع الاب ولا مع الام. ما احنا دلوقتي برضه الولد ده كده هنبتدي نوديه للاخصائي النفسي. الاخصائي النفسي ده هيبتدي يشوف الحاله محتاجه تدخل دوائي ولا محتاجه تدخل علاج نفسي سلوكي. تمام. فهنا لو 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 الحاله محتاجه لا قدر الله ادويه، يعني في اسباب طبيه، هياخد لها علاج، وده علاج طبي على ايد دكتور متخصص وبجرعات متخصصه وما نخافش منه خالص. ده بقى مجنون على الولد ان الولد ده مجنون ولا الولد ده عنده حاله نفسيه ولا الولد ده انطوائي. دي فتره مشكله سلوكيه اللي هو دلوقتي في برانش جديد خالص في طب الاطفال اللي هو الطب السلوكي. تمام. بنعدل سلوك الاطفال عن طريق الانشطه، عن طريق الرياضه. فده الولد لو اتعرض على مركز متخصص هيعملوا له الشغل اللي هو مناسب لسنه. تمام. ومناسب للحاله برضه. مناسب للحاله وبيطلعوا المشكله النفسيه من ذاته. يعني هو مش قادر يقول للماما انت غلطانه، مش قادر يقول للبابا انت غلطان، مش قادر يقول للجد انت غلطان. فمع الاخصائي النفسي هيطلع كل المكنونات النفسيه اللي عنده، وممكن حاجات تكون مزعلاه بعيده جدا عن خيال الام والاب. يعني زي ايه يعني؟ يعني جده مثلا بيشتم في باباه وباباه مش موجود. يعني مامته، الولد بيحب باباه. الام وهي بتتكلم مع باباها فهو بيشتم جده مثلا فيه. طبعا جده مش يعني مش هنقول لجده ما تشتمش بابا. فالولد مش قادر يقول لك ازاي هو بيشتم بابا، البابا ده اللي انا شايفه اللي هو احسن حاجه في الدنيا. تمام. وانا ما اقدرش اقول للطفل ان باباك سيء مثلا سيء. فالولد كده بيشوف ان ايه في سلوك تناقض. ان الـ الام بتقول له احترم باباك والجد بيشتم بابا. وانا مش قادر ادافع عن بابا. فطبعا كده هو بيجبت نفسه ويخش. فاحنا دلوقتي بالنسبه للولد ده اذا الام بسياسه الحنان والتقرب قدرت توصل لمشاكله وتحلها له بطريقه مناسبه كان بها، مش قادره بتلجا للاخصائيين النفسيين اللي هم ممكن يطلعوا مشكله الولد وممكن يحطوه على طريق العلاج السليم بطرق علاجيه ليست
مرتبطة بالأدوية خالص، يعني ممكن العلاج بالرسم، العلاج بالفن، العلاج باللعب، العلاج بالموسيقى، كل دي أساليب علاج جديدة، بس المراكز المتخصصة والأشخاص اللي ذوي الخبرة في هذا المجال. في برضو مشكلة تانية يمكن أنا شايف إن دي يعني هي دي تقريبا السائد في أغلب البيوت، ضرب الأبناء. يعني في أم بتقول أنا ابني كان متفوق جدا في دراسته، عنده مشكلة إن باباه حاد جدا في التعامل، دايما بيضربه، وهو شايف إن الضرب ده تربية وبيحافظ على ابنه. الابن دلوقتي مستواه الدراسي بقى سيء جدا، بقى عنيف جدا في التعامل، بقى بيخاف من الأب جدا. هي مش عارفة تعمل معاه ايه. مشكلة طبعا هنا يعني إن هذا الوالد لا يعيش إلا في عصر السيد. احنا النهاردة في الألفينات، تمام، 2016، ازاي انا اشوف ان انا هربي ابني بالعصاية؟ زمن تربية الابناء بالضرب، استخدام العصا او استخدام اي نوع من انواع التعذيب او الترويع او الحرمان لم يعد مناسب لهذا العصر، لان الطفل دلوقتي يقدر يكسب فلوس من كل جهه، ويقدر يكسب معلومات من كل جهه، ولم يعد الاب هو الراعي الوحيد، ولا الاسره هي المنبت الوحيد. يعني انت النهارده انت الحصول على المعلومه من التلفزيون، من الانترنت، ومن المدرسه، من النادي، من اي مكان، من كل حته بيدوا له داتا. تمام. إذا هو اترعب منك مش هيكون بينك وبينه لينك. تمام. هيبتدي يدور على معلومات، ويدور على أصدقاء، ويدور على حماية من مصادر أخرى. تمام. هو إحنا دلوقتي متخيلين إن الإبن مين المصدر الأساسي للحماية بتاعته؟ الأب. الأب. فإذا كنت أنا بخاف من والدي، يبقى هتعامل معاه إزاي؟ هطلع طول عمري معقد. يعني تمام. طول عمره هيبقى معقد، وعنده موقف من السلطة. السلطة لازم تكون سلطة إيجابية، يعني الأب لازم يبقى حازم وليس مجرم. الحزم لا يعني العنف. تمام. الحزم إن لك حقوقك وعليك واجباتك، وبتاخد حقوقك بقدر ما أستطيع، وبتدي واجباتك بقدر ما أستطيع، على قدر ما تستطيع. على قدر ما تستطيع. أنا يعني 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 تخيل حضرتك كيف أدخل معلومة في عقل إنسان بالضرب. يعني انا المخ ده بالظبط زي السفنجه، زي لو الام بتعمل اكله حلوه وبتسقيها شربات، لازم الشربات ده يكون بالقدر المناسب، بالظبط، بالكميه المناسبه، عشان الناتج المنتج يبقى كويس، يبقى مظبوط. فانا دلوقتي الطفل ده عشان يطلع متفوق مش بالعصايه ولا بالاكراه، لازم هو يحب الماده اللي هو بيقراها، ويبقى عارف ايه هي اهميه التعليم. يعني انا بتعلم ليه؟ انا مش بتعلم عشان اخد شهادات، انا بتعلم عشان استخدم العلم في الحياه. تمام. لو الولد بيحب اللي بيتعلمه هيستوعبه، السفنجه دي هتمتص المعلومات. انما ولد انت بتعلمه بالاكراه، زي اللي بتاكله بالاكراه بالظبط. تمام. يعني لا بنعلم بالاكراه ولا بناكل بالاكراه. طب هنا دكتور في برضو حاجه تانية، ملاحظه ان الام مثلا اوقات بتكون عصبيه شويه، ممكن تضرب الولد او البنت، ده بيأثر عليه ولا يعني ممكن يوصل لمرحلة انه يخاف منها؟ احنا قلنا ان يعني الضرب ليس هو اخر وسيلة من وسائل التأديب، هو الضرب. يعني انا عندي 6-7 مراحل عقابية. لما الطفل بيعمل غلط انا بعاقبه الف بالطريقة دي، 2-3-4، اخر حاجة هيبقى الضرب. والضرب له شروطه، يعني 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 الضرب حتى في الاسلام له قواعد. بالظبط. ما بتضربش باذى، ما بتضربش على الوجه. لن نلجا الى العقاب البدني الا للضروره القصوى وبقدر الضروره. يعني ما يبقاش الولد مثلا نسي يجيب حاجه من عند البقال وقطع ايده او يتضرب. انت عارف حضرتك اوقات الامتحانات الام بتبقى عصبيه شويه. ما هو ده 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 طارد. يعني ده عامل طارد مش عامل جاذب. يعني انا في حياتي ربما اقول لكم، يعني كان عندنا ولد، الولد ده مرشح انه يطلع من الاوائل على الثانويه العامه، ووالده هدده
اذا ما طلعتش من العشرة الاوائل انا هانكرك ومش هتعامل معاك. انت من واحد لعشرة، لو طلعت ال11 على الثانويه العامه، ال11 على الجمهوريه، لا انت ابني ولا اعرفك. الولد ده سقط من الخوف، سقط من الخوف. يعني الولد ده كان شخصيه محترمه جدا ومحب للعلم، وطول عمره متفوق متفوق متفوق، يعني كان متفوق بحق. تمام. انما لما يكون بيعيش حياته على طبيعته بيستوعب المعلومه، انما داخل بيجاوب على رقبته سكينه اذا ما طلعتش بالعشره الاوائل هتبرى منك. الولد للاسف يعني من تاني امتحان كان بره الامتحانات ومعاد يعني السنه دي اعتقد يعني جاب مجموع ضعيف جدا او ما نجحش فيها. فالعنف مش هيكسبنا والرعب مش هيخلي اولادنا لا يحبونا ولا يثقوا فينا ولا يطلعوا شخصيات سويه. بالظبط. دكتور محمد طباله، اتشرفت بوجود حضرتك معانا النهارده في طبيب على الهوا. اعزائي المشاهدين، كان معانا ومعاكم النهارده دكتور محمد طباله، استشاري الصحه النفسيه والعقليه للاطفال، والى اللقاء في حلقه قادمه ان شاء الله.